عبر هذه المنصة الرقمية التي هي مباشرة تتابع مع 58، احنا على مستوى 58 ولاية، واللي سمحت لنا حقيقة بالتحكم أفضل وتأطير كل عمليات ضبط المنتوجات بتاريخ اليوم. كي نقارنوا الأسعار منذ أسبوع، هناك بعض المنتوجات اللي انخفضت بمعدل 35% على غرار ما لاحظنا في مادة البطاطا الاستهلاكية ومادة الطماطم الطازجة أو الكوسة أو كل مختلف الخضر وكذلك الفواكه. يعني بالتزامن مع هذا الجني نتاع الخضروات الموسمية،